أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر، في كل مكان الخير على حضراتكم. معكم آمنة عبد الباري مراسل جريدة مصر بمحافظة الأقصر. إحنا مع حضراتكم النهاردة في لايف جديد، تحديدا من أمام أحد محلات الصاغة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر. زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، إحنا دلوقتي هنشوف طبعا الذهب، جنون الذهب والقفزة الجديدة اللي شهدتها أسعار الذهب أمس. طبعا النهاردة الذهب نزل انخفض بالرغم من جنونه الغير معتاد أمس، إلا أنه النهاردة نزل نزول كبير جدا. هنشوف إيه أسباب ذلك، وهنشوف سعر شبكة الذهب النهاردة وصلت لكام، واللي عايز يشتري له ختم ذهب النهاردة يشتري له يشتري بكام، واللي عاوز يشتري سلسلة، واللي عاوز يشتري حلق، واللي عاوز يشتري غويشة، واللي عاوز يشتري ما شاء الله. هنشوف جميع أسعار أنواع الذهب النهاردة من خلال لقائنا مع أحد التجار اللي هيقول لنا سعر كل حاجة النهاردة كم، والانسيال جميع الأسعار هنعرفها. الذهب امبارح طبعا شهد جنون كبير جدا وقفزة كبيرة جدا، لدرجة إن إجرام الذهب ارتفع حوالي 250 جنيه. النهاردة في شهد نزول غير معتاد يعني، فهنعرف كل ذلك وأكثر من خلال لقائنا مع أحد التجار اللي هيعرفنا النهاردة إيه الذهب وصل لفين. طبعا الكل عارف إن الذهب بيتقل. مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك، قل لي النهاردة أخبار الذهب إيه؟ طبعا امبارح هو شهد قفزة غير مسبوقة يعني ما شاهدهاش قبل كده. حاليا في اللحظة اللي احنا فيها 2580. 2580؟ اه. هو نزل عن امبارح؟ يعني هو نزل له حسبة 40 جنيه من امبارح. 40 جنيه؟ من ساعة كان 60. من ساعة كان 60 جنيه. اه دلوقتي 40 بس. دلوقتي 40 بس. يعني هو يعني هو ماشي في الصعود. ماشي في الصعود جزئي اه. ما فيش امل ان هو ينزل تاني. المؤشرات الاوليه بتدل ان هو ده في ارتفاع مستمر. في ارتفاع مستمر. طب بالنسبه لي اللي النهارده عايز يشتري له شبكه، اقل شبكه تكلف كام النهارده؟ لو جبنا دبله وواحده في الخاتم مثلا، الدبله اخف حاجه جرام ونص، الخاتم 2 جرام، والسوينج مثلا 3 جرام، يبقى كده 6 جرام ونص، هتوصل ل 18000. 18000 يعني اقل حاجه دلوقتي اللي عايز يعمل يشتري له شبكه يشتري بيه يكون معاه لازم اقل حاجه 18000. كحد ادنى. كحد ادنى. اه. اقل ممكن حاجه. ممكن لو استغنينا عن المحبس التوينز ومحبس عادي. اه. توصل 10000. توصل 10000. لو محبس عادي. لو محبس عادي. اه. تمام. طب بالنسبه للي عاوز يشتري مثلا ما شاء الله، او عاوز يشتري حلق خاتم، عايزين نعرف الاسعار دي كلها. يعني هيكون الجرام هيضرب حسبه 1700 تقريبا. اه. حد ادنى 1700. حد ادنى 1700. اه. بالنسبه للي عاوز يشتري له خاتم يكون معاه مبلغ. خاتم مثلا 2 جرام في 1700، حسبه 2 في 1500 في 3000. يعني حسبه 3000 ونص. 3000 ونص يعني. تمام. متابعة مصر زي ما انتم شاهدين معانا كده بالظبط، احنا دلوقتي بنشوف اسعار الذهب اللي انخفض حوالي 40 جنيه دلوقتي، رغم انه كان منخفض من ساعة حوالي 60 جنيه. انخفاض لحظي، ولكن القفزة الجنونية هي في الارتفاع بيشهدها خلال هذه الايام. الشبكه قلنا، الخاتم قلنا ممكن اقل خاتم يعمل كام النهارده؟ يعني اقل حاجه ممكن نلقاها جرام ونص، بس مش هتحتاج، هتبقى رفيعه خالص. رفيعه خالص. طب لو 2 جرام؟ 2 جرام ماشي. 2 في 1700، 3400. 3400 جنيه يعني اقل خاتم النهارده يعمل 3400 جنيه، ده اللي هو برضه يعني ده حد ادنى. اه. اقل حاجه. طب بالنسبة للسلسلة، لو حد عاوز سلسلة كاملة، السلسلة بالما شاء الله بتاعتها. على حسب ما تطلع الزن، على حسب ما توزن. على حسب ما توزن. اه يعني. طب بس كحد أدنى ممكن
نسبة 15-20 ألف. 15-20 ألف كحد أدنى أقل حاجة. أما ده وزن خفيف. ده وزن خفيف. بالنسبة للحلق. بالنسبة للحلق يعني لو أطفالي. حد كبير ولا أطفال؟ لو أطفالي يبدأ من كام ولو كبير كام؟ لو أطفالي هيبدأ من 1700-2000. 1700 ممكن 1700 يعني جرام. ممكن لطفل صغير ست دلوقتي يجيب له حلق يعني ب 1700 جنيه. لو حلق لطفلة مولودة. لطفلة مولودة. طب لو حد كبير؟ يعني لو قلنا 2 جرام ونص. يعني 6750. 6750 جنيه. حلق طفلة 2700 مش 1700 سوري احنا قلنا 1700 غلط. 2700 لو حلق طفل جرام. لو حلق ست يعني اقل حاجه في 2 جرام ونص هيعمل 6750. 6000 750. 6750 ده لو اقل حاجه يعني حد كبير فتاه كبيره عاوزه حلق 2 جرام ونص راح يعمل لها 6750 جنيه. بالنسبه للغوايش. انسيالات كده عايزين نعرف كل حاجه يعني سعرها بحس اللي عايز يشتري قبل ما يجي. الغويشه ممكن نلقاها 5-6 جرام. واقل انسيال حسب 3 جرام رفيع خالص فتله. رفيع خالص. طب ممكن يعمل كام؟ 3. 3 في 2700 حسب 8100. 8100. تمام ماشي. طب انت بتنصح المواطنين او بايه في ظل الظروف اللي احنا فيها؟ احنا شاهدين خلال الايام دي يعني طبعا الذهب فيه جنون جنون يعني اللي هو ارتفاع قفزه. حضرتك تشتري قبل ما يوصل 3000 لانه هيوصل الثلاثة وهيعديها. يعني محتمل ان هو يعدي ال 3000 زي ما حصل قبل كده في الفتره السابقه ان هو بداية السنة ايام حرب روسيا واوكرانيا الذهب وصل للثلاثة وتخطاها. وصلت الثلاثة وتخطاها. هو من المحتمل دلوقتي لان في حرب انه هو يتخطى الثلاثة الاف. فانت بتنصح اي مواطن عايز يشتري ذهب يسرع سواء فتاة طفلة اي حد عايز يشتري ذهب يسرع دلوقتي افضل من بعدين. تمام شكرا خالص. حابب تضيف اي معلومة جديدة او تقول اي حاجة؟ لا هو مش الذهب مش هينزل. مش متوقع نزوله خالص. متوقع ارتفاعه هيعدي 3000 زي ما قلت لحضرتك. وعندينا برضو تشكيله حلوه. تشكيله حلوه تمام. ايه التشكيله بقى؟ وترضي جميع الاذواق من الاصفر للزردي للخليجي للجيرومنت رولكس. تشكيله رائعه. تشكيله منزل بقى في عروض في عندك برضو للمواطنين وكده ولا؟ كل ما الحاجة زادت كل ما الكمية زادت كل ما السعر قل في المصنعية. يعني انت اللي هو المواطن اشترى كمية من هنا اللي هو في تخفيض ليه؟ في تخفيض للكميات. في تخفيض للكميات. وفي كمان عرض اللي هو عايز يستثمر بنص مصنعية. تمام. اللي عايز يشتري كسر بنبيع كسر عادي. بالكسر عادي اي حد عايز يشتري كسر عادي اللي هو زي ما مشتريه انت من المواطن هتبيعه له. تمام ماشي. حابب تضيف اي حاجه ثاني؟ لا تشرفونا في اي وقت. تمام شكرا خالص لحضرتك. شكرا. تبع المصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط احنا رصدنا مع حضراتكم دلوقتي اسعار الذهب بجميع اشكالها وعرفنا ان اقل شبكه النهارده تعمل لها 18000 جنيه اللي هي عباره عن دبله وخاتم وتوينز. اقل حاجه تعمل 18000 جنيه فاعلى ده حد ادنى. ليه بقى؟ لان الذهب رفع شهد ارتفاع كبير جدا جدا خلال منذ بدايه الحرب الاسرائيليه الفلسطينيه. زي ما مشاهدين كده بالظبط الذهب امبارح رفع يعني في ظرف ساعات 250 جنيه منذ ساعة انخفض 60 جنيه دلوقتي 40 جنيه يعني اللي هو 60 اللي نزلها رفع 20 تاني في ظرف ساعة بس. زي ما وضحنا التاجر انه هو متوقع انخفاض ارتفاع الذهب اكثر من ذلك ووصول جرام الذهب الى 3000 فاعلى يعني ليس وقوفه على 3000 فقط
عرفنا ان اجل خاتم النهارده بيعمل 3500، اجل سلسله ممكن تعمل 15000 اعلى، ما شاء الله لوحدها النهارده ممكن تعمل 13000 15000 على حسب عدد الجرامات اللي بيحتاجها كل مواطن. عرفنا ان في ايضا مواطنين او هنا صاحب المحل طبعا بيطلق مبادرة جميلة ومبادرة حلوة، ان اللي عايز يشتري ذهب قديم ان هو بيوفر له برضو الذهب القديم بيبيعه له زي ما مشتريه من المواطن، بدل الجرام اللي احنا فيه دلوقتي. زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، احنا رصدنا مع حضراتكم اسعار الذهب كاملة من خلال لقائنا مع احد التجار اللي عرفنا على نفسه، وعرفنا ان جرام الذهب النهاردة وصل ل 2560. طبعا من مصر احنا رصدنا مع حضراتكم دلوقتي جميع اسعار الذهب. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.